السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. الوقت اللي وصلتكم هذا الفيديو تكونوا بخير يا ربي. نقول لكم في النهار تاع اليوم راني حاندي لكم حميس، ولا كاين اللي يقولوا له الشليطه، كل واحد واش يقول له. راح نبدا لكم ان شاء الله وراح ندير معاكم فطير، ولا كاين اللي يقولها الرخساس، كاين اللي يقولها كسره. المهم راح نبدا معاكم. هنا شوفوا عندي الطرشي الحلو، ولا كل واحد واش يقول له، كاين اللي يقول له الطرشي، كاين اللي يقول له الحلو، كل واحد واش يقول له. وعندي الحار، رايحه نديرهم هنا في سنيوه. حندير لكم طريقتي انا، يعني كيفاش نكمل بالخف الحميس وندير كميه كبيره منه. شوفوا ندير هنايا الحار كامل والطرشي، نستفهم هكا في سنيوه باش ندخلهم للفور. هنا انا ندير كميه لاباس بيها، على خاطر الطرشي والحار يتكمشوا يعني بالخف يصغاروا، غير يطيبوا على بالكم طريين يعني يعاود يولوا كاين الفيد ما بيناتهم. المهم نتوما عمروا السنيوه هكا مليح، شعلوا الفوق، شعلوه يعني غير من الفوق، وخلوهم حتى يطيبوا مليح يعني. ومن بعد بلا ما ديروهم في صاشي نقشروهم بلا ما، بلا حتى حاجه، تجينا العمليه سهله. هكذا ندخلوهم للفور، قلت لكم شعلوا لهم غير من الفوق، ما نشعلوش من تحت. قربوهم شويه للنار باش يوجد لكم بالخف وما يذوب لكمش يعني كامل مع كي طولوا بزاف في الفوق. وقلبوهم يعني روحوا ليهم منين ذاك وقلبوهم بهذه الطريقه، ماشي تشعلوا الفوق والتحت وتقولوا ما نقلبوهمش، لا لا، شعلوهم الفوق ومنين ذاك روحوا ليهم وقلبوهم. السنيوه بهذه الطريقه ثاني دوروها اذا كانت عندكم يعني الفوق كان عندكم ما يطيبش مليح. انا هنا رايحه ندخلهم للفور، نخليهم يطيبوا، نقشرهم بعد ما يعني نحيه من الفوق، خليه يبرد ونقشره. انا هنا شوفوها ولي قشرت هذاك الطرشي، نحيت له الزريعه كامل اللي لداخل، فتحتها. انا الزريعه تاع الطرشي نحيها، بصح الزريعه تاع الحار ما نحيهاش، نخليها يعني باش يجي شويه محرحر. على بالكم يعني الحار هاد اليامات ماهوش يجي كامل حار، زواخ برك بلا فايده، اسم ماشي على مسمى. والطماطيش هذيك تاني تقشرتها. انا هنا رايحه نرحيه، انا الحميس نرحيه في هاد الميكسر. نتوما رحوا باش تحبوا، يعني تحبوا ترحوا في الرحيوه هذيك تاع زمان، تحبوا كاين اللي عندهم هذيك تاع الحميس اللي ترحي، كل وحده ترحي باش تحب. انا لازم نقطعهم هنا شويه باش نعاون هذاك الميكسر. قطعوهم، قطعوا مام الطوماطيش هكا باش تعاونوا هذاك الميكسر. انا الطوماطيش هذه ماشي يعني جايه حلوه، تقدروا كيما نقولوا ديروها بهذيك الزريعه تاعها وبهذاك الماء اللي فيها. انا هنا قطعت كامل الكميه اللي عندي، رايحه نبدا نرحيها معاكم عادي كيما مالفين نرحو فيه الكاوكاو، كيما مالفين نرحو فيه اللوز. راح نديرو هنايا بهذه الطريقه، هنا عمروه شويه باش ما يدورش في الفراغ. هكذا انا نعمرو الداخل كامل، نغلقو يعني عادي ونبدا نرحي فيه. هنا نتوما واش تحبوا، اذا تحبوا الحميس تاعكم يعني مرحي بزاف خشين ولا رقيق، هذا الشيء يولي ليكم. هكذا نرحي بهذه الطريقه، هاوليك يعني تحصلوا على النتيجه وتو كيما نقولوا يوجد لكم بالخف. هكذا شوفوا النتيجه اللي مدها لي، يعني يرحيه كامل كيف كيف. هنا انا نديرو في طنجره، هنا نرحي كامل الكميه اللي عندي، نكملها بنفس الطريقه، نحطها في طنجره اللي تكون شويه ثقيله. هنا هاوليك شوفوا كيفاش ترحي لي كامل كيف كيف. انا هنا رايحه نضيف له الزيت، شوفوا انا نضيف زيت شويه من الزيت العاديه وشويه من زيت الزيتون، هذه كميه تاع الملح. انا كيما قلت لكم نضيف شويه من زيت الزيتون وشويه من الزيت العادي، اذا عندكم زيت الزيتون يعني بكميه وافره ديروا زيت الزيتون وحدها، زيت الزيتون صحيه. شوفوا انا ندير كميه هنا، والكميه الكبيره نخليها بعد ما نطفي باش تبقى هذيك البنه، كل وحده وطريقتها. وكاين لي الحميس ما يرجعوش على النار هكذا بهذه الطريقه ويقدموه، انا نرجعه واحد 10 دقائق على النار باش ننشفوا من هذاك الماء تاع الطوماطيش. واذا خليتوه يعني في الفريجيدار يوم الى 3 ايام ما يفسد لكمش، يكون طايب. انا نحطه على النار، منين ذاك نروح نحرك. ودوك ندورو للرخساس ولا الكسره ولا الفطير، كل واحد واش يقول لها. ديجا انا درتها معاكم في القناه بصح حبيت نزيد نشاركها معاكم، راكو عارفين بنت الحميس مع الكسره وحدها. انا عندي هنا 3 كيلات تاع السميد متوسط مع 3 كيلات تاع السميد رقيق،
3 كيلات تاع السميد متوسط مع 3 كيلات تاع السميد رقيق. واش رايحه نضيف معاهم؟ رايحه هامليك 6، يعني ولاو 6. رايحه نضيف معاهم شويه تاع خميره الخبز باش تمدلي يعني بنه وتحمر يعني هذيك الكسره بالخف. وعندي هنايا يعني الزيت، هنا تحب دير زيت الزيتون، تحب دير خالي، تحب دير زيت وحدها، هي وراحتها. هاي اللي شوفوا ضفت هذيك الكيله، وهنا عندي الملح حطيته بجيه، وعندي قريصه تاع السكر. هنا ما ظهرت لكم في الفيديو قرصه تاع السكر، قرصه تاع السكر. هذيك القريصه تاع السكر تخلينا يعني هذا الفطير تاعنا تجي بنينه وتتحمر لنا كي نكونوا طيبوا فيها فوق النار. هكذا يعني نبسوها كامل، ندخلوا هذيك الزيت فيها كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه. على بالي كامل تعرفوا ديروها، الله يبارك عليكم. ديجا راني درتها معكم في القناه، وانا هنايا ما حبيتش نبلها بالماء، انا درتها مبله بالحليب. صدقوني تعطيكم واحد النتيجه، واحد البنه تجي بزاف بنينه وتجي هايله هكذا. واللي تحب دير الماء، انا ديجا راني دارتها في القناه بالماء عادي. كيما تحبوا مي تعرفوني، نشارككم دائما في الحاجه اللي تكون مليحه نحب نوصلها لكم. هنا يدلكوها شويه، ماشي دليك يعني، قطعوا لاباط برك باش تندمج مع بعضها بهذه الطريقه. قطعوها كيما راكم تشوفوا، ومن بعد ديروها يعني خبيزات على حسب واش تحبوا نتوما. اذا حبيتوا تخلوها تريح 10 دقائق، من الاحسن خلوها يعني تريح 10 دقائق ومن بعد بداو تخدموا فيها هكذا. انا هنايا عندي جوني زوج معاهم، زوج ومعاهم وحده صغيره بهذاك الكيل. بو هنايا انا ما خليتهاش ريحت، كنت مزروبه شويه مع الحوايج ومع ما خليتهاش ريحت، بديت نخدم فيها. يعني نتوما برك سقموا لها الاطراف، تحبوا تفتحوها بالحلال، تحبوا تفتحوها باليد. هايك شوفوا انا يعني ما خليتهاش ريحت بزاف وطاتني نتيجه مع الطرف. دايما دوروها نايمه، الله يذكرها على خير امي ماتكم كامل يرحم من ماتت. كانت تقول لي لا ما ديريش الكسره مدوره غير ما كان، لا سقميها مليح بيدك وتح فيها. هنا راني دايره كخابيغ تسخن، ما حبيتش نطيبها في الطاجين. نتوما تحبوا تطيبوها في الطاجين، معليش طيبوها في الطاجين. انا برك نفحت لي يعني درتها هنايا، شوفوا تقبتها، خليها تحمر بالعقل بهذه الطريقه وندورها من ذاك وندورها، خليها حتى تحمر. شوفونا هنا خذت لي تحميره، برك الجهه هذيك ما تحمرت ليش. هنايا الحميص تاعنا راه واجد، صدقوني يجي بزاف بنين. انا درت له شويه تزيين يعني بالبيض والزيتون. هذيك الكسره تاعنا شوفوا النتيجه اللي تمدها لنا، تجي هايله، تجي ذوفلكم صدقوني تجي بنينه. وانا بلا ما ننسى زدت لها كميه مليحه تاع زيت الزيتون كي طفيت على الطنجره تاعي تاع الحميص. هاي شوفوا النتيجه اللي تمدها لنا. انا حباباتي كي تجوا تقدموها زيدوا لها شويه زيت الزيتون اللي تحب كل وحده. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم جربوها، نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. ما تنساونيش جيم اشتراك في القناه، نحبكم.